النصالة يصدمون المتابعين بضيف مجهول في البودكاست. شاهدوا المزيد من التفاصيل. أعلنت عائلة النصالة في آخر فيديو لهم على قناتهم العربية على مفاجآتهم التي يحضرون لها من شهر، حيث حددها أنس مروة في 4 مفاجآت، أولها عودة البودكاست. وحمست النصالة المتابعين إلى أن واحد من الضيوف الذين سيستضيفونهم في البودكاست سيكون أسامة مروة، وضيوف آخرين حددهم أنس مروة أنهم سيكونون من شلة دبي. وأيضا أنس مروة منع أصل الملح من ذكر اسم ضيف مميز سيكون في البودكاست. توقع الجميع أن تكون نارين بيوتي. كل ساعة عم بيستشور شعره مشان هالمقابلة. وبالأخير خرب. المفاجأة الثانية، وهي كما توقعناها سابقا، عودة أصالة المالح للغناء، حيث صرحوا أنهم سيقومون بتحضير ألبوم خاص بها. أما المفاجأة الثالثة، أعلن أنس مروة أن المتابعين سيستطيعون تذوق أكل أصالة المالح على الواقع. وبهذا عائلة أنصالة لمحت على افتتاحهم مطعم في دبي خاص بأصالة المالح. أما المفاجأة الأخيرة ستكون محتوى جديد، ويمكن أن يكون هذا المحتوى وخاص بالتحديات مع اليوتيوبرز. فشو رأيكم بمفاجأة عائلة أنس؟